فمن كان منكم مريضا او على سفر. أو على سفر. فعدة من ايام اخر. من تيسير الله على العباد ان المريض الذي يشق عليه الصيام له ان يفطر وكذلك المسافر فان شفي المريض وجب عليه قضاء تلك الايام ووجب على المسافر ان يقضي الايام التي افطر فيها ومن رحمه الله ان الله يعطيهما اجور الصائمين كامله غير منقوصه ولذلك ذكروا عند ذكر اهل الصيام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل والهمنا رشدنا وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين